فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. نعم، وهذا الحديث فيه توجيه من عمر لقائد الجيش وهو عتبة بن فرقد بأن لا يختص بشيء دونهم من الأكل والشرب والمنافع، وإنما يساويهم بنفسه، وهذا من العدل، وهذا فيه منع الأثرة، فيه منع الأثرة لمن تولى على ناس أنه يساويهم بنفسه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد جوعه، ولو شاء لسارت له الدنيا ذهبا وفضة، ولو شاء لملأ بيته من الأكل والشرب، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: أجوع يوما وأشبع يوما. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي المسلم أن يكون متواضعا في أكله وشربه ولباسه، وإذا أغناه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسرف في هذه الأشياء، وإنما يعتدل فيها، هو لا يحرم نفسه من اللذة والمتعة، لكن يكون هذا بمقدار وفي أوقات، ويكون هذا على وجه ليس فيه إسراف، قوله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. نعم، فهذا هو الهدي. لكن الشاهد في قول عمر رضي الله عنه: وإياكم وزي الأعاجم، هذا هو الشاهد من الحديث، أننا نتجنب زي الأعاجم الخاص بهم في لباسهم، في مشيهم، في عاداتهم وتقاليدهم، من أجل أن يتميز المسلمون عن الكفار، ويترفع المسلمون عن أخلاق الكفار، وعن لأن التشبه بهم في الظاهر كما سبق يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لما تشبه بهم، فقطعا لذلك نهينا عن التشبه بهم.